انا كنت بحب المبكبكه من والدتي، المكرونه اللي بيها يعني بعشقها عشق يعني، علمتها لي على التليفون. مبكبكه اللي هي الحمراء اللي فيها طماطم كتير صوص كتير وفراخ او لحمه او سمك او تونه او مرقه او خبز يعني خضار اي حاجه بعملهم كلهم الحمد لله. تفوقت عليها على والدتي. بعد كده ما كنتش باكلها من ايديها، باكلها من ايديها بس. انا اللي انا اعرفه ان حميد جه مصر 45 يوم كطيار. ده حقيقي. طب احكي لي بقى قصه ال 45 يوم دول. انا كنت في بريطانيا يعني بدرس. انا عارفه انكم طيار في بريطانيا. طيران. فطبعا حصل خلاف السياسه لما بتخش بقى وتبوظ الدنيا وعارفه كمان ان انت كنت بتأجر هناك اماكن للموسيقى في بريطانيا وبتسيب الدراسه. لا هو كنت يعني هو كان طبعا في مصروف بيجي لك شهري اللي هو بتاع الدراسه والمعيشه بتاعتك وكده. وانا كنت وبسجل ايه ده، انا سجلت البوم عيونه ده في احسن بتاع البيتلز كان سجل عارفه الجنان اللي هو. فابتديت ايه اشتغل كده بعد الكورس مثلا طيران او كده، اغسل صحون في اوتيل عشان ازود فلوس اقدر اخش اسجل اغنيه. طبعا ايام ال 20 باوند دول كانوا حاجه يعني حاجه يعني. فكنت اقعد كده يومين ثلاثه اعمل لي 20 باوند 30 باوند اخش اسجل ايه اغنيه كل كده. عملت 6 اغاني كده مزاج بس والله مزاج. وفي ابي رود اللي كانوا بيسجلوا فيه البيتلز وكان مهندس صوت كندي معايا وبقى صاحبي جدا وعلمته المفكبكه، كان يقول لي حميد المباكبكة بالانجلش يقول لي المباكبكة يقول لي كده. وبقينا اصحاب جدا وعملنا 6 اغاني وكان طبعا ساعدوني جدا يعني في ده. فحصل طبعا المشاكل فجيت ايه والدي قال لي تعالى ايه خد ساعات الطيران هنا ايه في مصر. فجيت اخد ايه 45 يوم في امبابه معهد امبابه يعني 40 سنه بقى لي دلوقتي 40 من 45 يوم ل 40 والله البلد دي سبحان الخالق ما شاء الله تبارك.